سي بون انت كملت حضرت وفزيت. اي عندي باش باكويتو شكون يحب ياكل حضرت الليديس ليديس طلبوا ليديس ما تعرفش لو ما عرفتش ليديس بس بوان ديس سي با امبورتون ليكم ديس بوز بوز اخفرات شكون تعمل؟ كنت تقرا ايه علاش تقرا؟ جو دي سيت جو لو موان زان جو لو موان سيس ما حضرنا شيء ما عملنا شيء لا مانيش مجواحه انا نقول لي انا ما رجعتش وما نجيبش كي تسمعوا دي سيت شنو تفكر؟ شنو جيست نجم تعملوه؟ دي سيت مشكلة بالفاك عندك شنو تدي انا فما بلاصه في سانتي ديكتور هذه يقول المعلم يجي معك كرسي سيلكتور كان لي بلاصه ما عملنا شيء ما خدمنا شيء ما فما شيء سمعتوها ولي ديما ديما برشا يقولوها هذوما تلقاهم تكملوا كل شيء وبداوا في الكتاب الجديد اكثر كلمه تسمعها قبل ليديس ما فهمت شيء ما حضرت شيء أمان جماعة ديولي ما حضرت شيء ما حضرت شيء وعاونونا زين عاونونا هيك في كلمة كورة كامل ماشي الريد سادة دكتور فارغة شني أكثر كلمة تسمعها بريد ياسيت كلمة خايبة ليه تقرا ولا تاكلوا في الكيك وتشربوا في الماء وتفزتوا نوينا باش نقراو نوينا باش نقراو هي هي حتى وجودها فضغي مره شكلي وفزيت دوزيام سيمستر ماكش تاكل قتلي ولا صح صبحي صلاه الله تبداو محضرين ورجلين وتقولوا ليه مانيش محضرين ما عملنا حتى شيء بعد كده تجيبوا نتائج باينه حشيك 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 غادي نقراو راه عندنا شابيتر في ماتيرس من شوكولا باش ني اكثر كلمه تسمعوها في دياسات شهيه دياسات لا نعاود ما عملنا شيء ما فما شيء ما خدمنا شيء سمعتوها عم ثلاث سنين تو معناتها عادي معناتها كيما كل نهار معناتها جيست عادي دياس انتوما منهم؟ فيلتي بيولوجي بيبول هما شكون؟ من جماعة ما حضرناش شوف موانزان احنا بالحق ما نحضروش اللي ما نحضروش ونجيبو ندخل بعد شكون انتباهي و اون فيت رفع ما يعرفش معناتها اكسجين بالتحضير تو في الدار كذا وكذا تنجم تسال صحابنا اللي يجيبوا يلبسوا بحضنا كل ليله توجب تحيه ميراس ونور هنانا ميراس وزفن وزفن وزوين وبيبي شكون معنا في الدار كيف بالكش وخلي نويس ويستاش هذوما نقعدوا نعملوا تشكيل تلفزيون نعملوا كل شيء كان تلفزيون وفريق صباح ونوليو فلاسفه اللي تدفع شنو اكثر كلمه تسمعوها فريد دي سي طالما ما تقانش فما لازم تحطوا بيكسلات لهنا وتعملوا تيتوك اكل كلمه هذيك تبدا بالتيتو فبالشيء انت اللي هي تقرا ولا تفرج في الماتشات دي سيت علاش مش نقرا هذوك هما دي سيت بي انت مالا مجموعك اللي حضروا سي بون يجيو لهنا باش نفسدوا على بيت خليني كل عام نرجع لي فادلك منطيح هي عادي في الوسط يا اخي كامل انت انجينيور دونك قرا قرا بار ديفو ما لازم اقرا في لي زيكزامان طيحوا لي زيكزامان قراو لي نخدم بس بجي موا 4 اور معناتها ونجي الصباح في الريف خاطر نعدي العشاء تسمع دي سيت شنو هي الكريماس اللي تعملو؟ لقيه خايبة مش تقصوها كما الفايدة خاطر قصيتو لي فيديو نتاعي دي سي الكلمة اللي تسمعها قبل لي دي اس ماني بس شيء ما نعرف شيء الفون هذيك نطيحها ماتير شنو هي شو اسمها الماتير؟ باش نتكلم